إذن لمناقشة تطورات المشهد في فرنسا في ظل التظاهرات الرافضة قانون التقاعد وتمسك الحكومة بتطبيقه، معنا هاتفيا من باريس الأمين العام لمنظمة إعلاميين حول العالم أحمد شكري. إذن بعد إقرار قانون التقاعد تتصاعد هذه التظاهرات والإضرابات، لماذا برأيكم يصر ماكرون على تطبيق القانون على الرغم من كل هذا الرفض الشعبي الكبير؟ قناة الرافدين، أولا أحييك وأحيي جميع المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طبعا المراقب المشهد الفرنسي من قريب أو بعيد طبعا قبل كل شيء يأسف للمشاجرات والعنفوان الذي قوبل به المتظاهرون، وفي نفس الوقت عدم الحوار والشدة في التعامل، إصرار من كل طرف في رأيه. فإذا تحدثنا عن ماكرون، لماذا يصر رغم هذا الاعتراض والغالبية كما بدأنا منذ اندلاع المظاهرات، ومع استطلاع الرأي وجدنا أن 70% من الشعب الفرنسي يرفض هذا القانون، يرفض تعديل قانون التقاعد. إذن فلماذا يصر ماكرون على هذا القانون؟ أولا أحب أن أرجع إلى الوراء لأذكر أن الرئيس ماكرون كان من برنامجه الانتخابي أنه يؤيد مد فترة التقاعد حتى 65 عام وليس 64 فقط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني حجته أن السالب بالتعبير المحاسبي، أن السالب في صندوق المعاشات يفوق دخل هذا الصندوق. إذن فيدعي أنصار طبعا ماكرون وأنصار هذا القانون يدعون أن مثلا إذا قلنا أن 17 مليون يحالون إلى المعاش، وفي المقابل في صندوق المعاش لا يوجد هذا المبلغ، فإذن يضطرون بزعمهم هم أن يمددوا فترة المعاش. أيضا أستاذ أحمد، محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلوري في وقت يعني يتصاعد فيه الغضب من قانون التقاعد وغلاء الأسعار علق على أزمة القطاع المصرفي العالمية، يعني علقها: هل تعتمد فرنسا لنقل شماعة الأزمة العالمية التي بدأت بشائرها منذ أسبوع لتبرير أو تسويق قانون يناقش منذ أشهر؟ لا أظن ذلك سيدي. هو محافظ البنك المركزي فرانسوا فيل روا يعني قال من ناحية أخرى أن البنوك الأوروبية ومنها طبعا الفرنسية في المقام الأول يعني هي تقف على قدميها، باستثناء بنك سويسري وهو يسمى كريدي سويسرا أو كريدي سويس باللغة الفرنسية، هو الذي يعني له خاصية. إذن أنا شخصيا لا أجد أن هو أن 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 ماكرون أو حزبه سيعلق الأمر على شماعة التضخم أو الأزمة العالمية في المصارف، لأن على يعني هذا على المدى الطويل كما وضح محافظ البنك أن هذا الأمر سيحل في العاجل القريب، ومع نهاية هذا العام سيعود التضخم وسيرد إلى النسبة المطلوبة فوق 2%. أيضا أستاذ أحمد، يعني حزب فرنسا الأبية اليساري حذر رئيس ماكرون من تصاعد الغضب الشعبي،
البعض يقول أنه ماكرون بات عاجزا عن تسيير الأزمة التي تضرب البلاد، فما رأيك؟ أنا رأيي أتفق أن ماكرون في وضع حرج، لأن حتى البعض من حزبه الذي يسمى LR بالفرنسية، الجمهوريين أو تجمع الجمهوريين أو اتحاد، يعني هذا بالمناسبة، فماكرون طبعا منذ البداية ونحن نعرف أن يعني ليس له لون سياسي، هو حاول يعني أن يؤلف حزبا جديدا يضم اليسار، يعني بعض من اليسار وبعض من اليمين، يعني في النهاية هذا حزب يعني لا يستند حقيقة إلى يعني إلى بالنتيجة التاريخ. عفوا، نعم. بالنتيجة هل ستعتقد أن المعارضة ستستطيع من خلال هذه الأزمة إسقاط رئيس ماكرون؟ على الورق ونظريا نعم، لأن من ناحية طبعا كما قلت حضرتك جزء حتى من أنصار ماكرون ضد المشروع، ومن الناحية الأخرى نجد أن رئيسة الوزراء وطبعا من قبلها ماكرون يسرون ويتسلطون ويعني يقفون ضد الديمقراطية طبعا بفرضهم قانون 49-3 الذي يضعهم في على المحك طبعا، لأن هذا القانون طبعا يدين الديمقراطية في فرنسا، والحوار طبعا وفرض الرأي من خاصة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، هذا يعني يضعهم في موقف حرج. فنظريا فعلا على الورق أنا أظن أنهم آيلون للسقوط. إذن من باريس سيد أحمد شكري، الأمين العام لمنظمة إعلاميون حول العالم، شكرا جزيلا لك.